ايش رايكم نتكلم عن المناعه؟ قبل تذكر او تذكرين قبل وين تمرض الحين؟ على اقل شيء تمرض يمك احد كحتين عطس مرض. نبي نقوي مناعتنا. لحظه خندق على المناعه تليفون. الو السلام عليكم، مناعه شلونك؟ انت شنو تبين عشان تصيرين قويه؟ ردت فيتامين سي. خلك 2 جرام فيتامين سي بحياتك. تبي مكمل اخب، تبي تاكل فلفل اخضر، تشرب عصير برتقال، تاكل لك كيوي باليوم، بابايا، يعني ضمننا الفيتامين سي. فيتامين سي شنو يسوي؟ هو شنو يسوي فيتامين سي؟ يكثر الخلايا المناعيه، يعني بدل لا يكون 2-3 ويكونون مليارات. وايضا نحتاج الزنك، اكل ماكولات بحريه او اخذ الزنك. طبعا من افضل الصيغ الزنك اذا كان تابلت باكولونايت. واضحه؟ زين، الزنك شنو يسوي حق المناعه؟ يقوي الخليه المناعيه. يعني الخليه الحين جايه تبي تطق فايروس بكتيريا، صح؟ مو قادره تطق، هذا قوي شايف نفسه، لا كانك دخلت هناك وصار عنده طن عضلات، تقوم تطق الفايروس. وايضا فيتامين د مهم جدا. وايضا عندنا عشبه الاشنيسيا عشان تنظف الكبد وتحفز الغدد الليمفاويه عشان يصيدون الفايروسات. وايضا عندنا حبه البركه. انا عن نفسي ما اخذ حبوب، اخذ كبسول، كذي راح تكون عندك احلى احلى مناعه، ومع شوي اكل صحي. انزين، بضاري انا يحوشني احتقان وكله لوز، بخاخ البروبلس اسم الاكبر، بخاخ البروبلس، بخه بختين يعني باليوم 3 مرات 4 مرات، باكر عقب باكر طار منك. واضح يا جماعه؟ وحط ببالك شغله، افضل غذاء حق البكتيريا والفيروسات السكريات. يعني ما يصير انت مريض وقاعد تاخذ علاجك قاعد تاكل سكر، لا ما يصير، انت قاعد تسوي مسخره داخلك. واضح يا جماعه؟ وما تشوفون شغله.